اهلا بكم في حلقه جديده من لاب فيو توتوريال اعداد المهندس كرول سفر. ان شاء الله خلال السلسله دي هناخد الاستراكشرز عموما في اللاب فيو، هناخد اللوبس اللي هي الفور والوايل، النود زي الفورمولا والاكسبريشن، وكمان الشيفت ريجستر والفيدباك نود، وهناخد الكيس والفلات والستاك سيكونس والديالوجز والتايمنج. ده كله طبعا هناخده في اللاب فيو توتوريال خلال السلسله دي. هنبدا في حلقه النهارده بالاستراكشرز، وهنبدا باللوبس بالاخص، هنبدا بالهواي لوب والفور هتبقى في الحلقه القادمه. عموما هنبدا بالستراكشرز زي ما قلنا، هنبدا بهواي لوب. اللوبس عموما قلنا عباره عن هوايل وفور. هنبدا بهوايل، تعال نشوف على اللاب فيو. هنا اللاب فيو انا فتحته، هنا بروح لويندو تايل ليفت اند رايت عشان يطلع لي الاثنين ويندو. قلنا دي الويندو الخاصه باليوزر ودي خاصه بالكود بتاعي. لو احنا جبنا كده حاجه اسمها نيوميريك هنا كده، وجبنا حاجه راندوم كده زي الراندوم نمبر، طبعا راندوم نمبر رقم عشوائي قيمته بتتغير من 0 ل 1. عايز اطلع القيمه دي على انديكيتور، اجي هنا اختار انديكيتور، ممكن اجي من سيلفر عشان الشكل يبقى احسن نيوميريك، بعد كده انديكيتور عادي. بدل ما اعمل كده ممكن اقف هنا كده على الطرف الاوتبوت عندي هنا، كليك يمين كده عليه واقول له كرييت انديكيتور، بيطلع لي انديكيتور زي ما انت شايف كده. وحلاوه الطريقه دي ان الاسم بتاع الانديكيتور بيتاخد من مين؟ من الانبوت عندي زي ما انت شايف هنا، نفس الاسم اهو نمبر 012. طيب لو انا جيت عملت رن هنا كده مره واحده، بص كده القيمه دي اتغيرت لان دي قيمه راندوم وطلعت على الانديكيتور عندي. لو انا عايز اعمل كونتينوس عندي كده القيمه بتتغير بسرعه زي ما انت شايف. طب انا مش عايز كده، انا عايز الموضوع يتحقق كونتينوس بس بشرط معين ان اليوزر ممكن يوقف. ممكن اجي اختار هوايل من ستراكشر، اجي اقول هوايل كده، واجي كده اسحب على الكود اللي عايز ادخل فيه هوايل. هوايل لوب زي ما انتم شايفين كده بيبقى جواها الكود اهو، ده الكود بتاعي. بيبقى هنا في حاجه اسمها اللوب ايتريشن اللي على الشمال ده، دي اللوب ايتريشن، ومعايا ده كونديشن خاص باللوب، يبقى ده اسمه اللوب كونديشن وده اسمه اللوب ايتريشن. تمام، اللوب ايتريشن بيبقى خاص بعدد مرات تنفيذ الكود داخل الهوايل. خلي بالك ان هو اندكسنج زيرو، يعني بيبدا بزيرو، يعني الارقام فيه العد فيه بيبدا من زيرو، يعني لما يقول لك انه الاي ده اريد زيرو يعني هوايل اتنفذت مره. الاي تبقى بخمسه معناها هوايل اتنفذت ست مرات، لان دايما الاندكسنج بيبدا بزيرو. لو انا جيت هنا على الاندكسنج قلت له كرييت انديكيتور عشان اشوف هوايل اتنفذت كام مره، اهو نيوميريك ظهر هنا زي ما انتم شايفين كده، ده عباره عن الكونديشن بتاع اللوب. خلي بالك لو انا عملت رن هنا كده هيديني ايرور، ليه؟ لان كده في حاجه ناقصه في الكود، خلاص بيقول ان هوايل لوب كونديشن تيرمينال از نوت وايرد، مش متوصل، يبقى كده لازم الكونديشن ده اوصل. الكونديشن ده بيشتغل ببوليان، يا ترو يا فولس. تمام، خلي بالك طول ما هو علامه حمراء كده او مستطيل جواه دايره حمراء ده اسمه ستوب اف ترو. اجي هنا ممكن تيجي هنا تختار بوليان عادي خالص من بوليان هنا، او من السيلفر تختار بوليان وتوصل، طبعا بوليان مين؟ ككنترول. انا هاجي هنا مباشره عشان يتم اختيار النوع بالطريقه الصحيحه، كليك يمين هنا كده، اجي هنا كليك يمين واقول له كرييت كنترول. كرييت كنترول زي ما انت شايف كده طلع لي مين؟ بوليان سويتش زي ما انتم شايفين، هو ده هنا على الفرونت بانل. الموضوع كالاتي، ان هوايل هتتنفذ او هتنفذ الكود بجواها الاول، بعد كده تعمل تشيك على الكونديشن، يعني هي في الاول هتنفذ بعد كده تعمل تشيك على الكونديشن. العلامه دي قلنا اسمها ستوب اف ترو، يعني القيمه اللي جايه لك لو كانت ترو هيعمل ستوب ويطلع بره هوايل، لو كانت القيمه اللي جايه له فولس دايما هيبقى ينفذ هوايل، يبقى هينفذ الكود اول مره ويعمل تشيك على الكونديشن، لو الكونديشن متحقق هيطلع، لو الكونديشن مش متحقق هيرجع تاني ينفذ الكود، يرجع تاني يعمل تشيك وهكذا. دي طريقة تنفيذ هوايل. عملنا رن، بصوا كده هتلقى هنا الاي ده اللي هو ده عدد مرات تنفيذ هوايل، سوري النيوميريك كنترول ده، خلاص النيوميريك كنترول ده هو عدد مرات تنفيذ هوايل. هتلقى الرقم سريع جدا وبيزيد بسرعة لان ده بيعتمد على البروسيسور بتاع اللاب عندي. تمام، دي نقطة. النقطة التانية القيمة العشوائية دايما بتتغير، يبقى الداتا داخل هوايل دايما بيحصل لها ابديت، بتتغير زي ما انتم شايفين كده. لو رحنا هنا للستوب بوتن، الستوب بوتن اصلا انا مش ضاغط عليه،
طول ما انت مش ضاغط يبقى مطلع فولس، هيروح على الشرط ده ستوب اف ترو. ستوب اف ترو يعني بيعمل ايقاف في حاله ان القيمه جايله ترو. طب هل انت ضاغط؟ لا، يبقى القيمه جايله فولس. طول ما انا جايله فولس يبقى الشرط مش متحقق. طول مش متحقق يرجع تاني ينفذ الوايل، هيوقف تنفيذ الوايل حاله واحده، ان انت لما تضغط. لما انا اضغط يبقى هنا هيطلع ترو، هيروح للكونديشن يعمل تشيك ستوب اف ترو، توقف اذا كان القيمه اللي جايه ترو، فعلا القيمه جايه ترو، يروح يوقف ويطلع بره هواي. تمام، زي ما انتم شايفين كده طلع. يبقى دي عدد مرات تنفيذ هوايل هنا اهي، القيمه دي هجمع عليها واحد. ليه؟ لان هو دايما بيبدا من زيرو. هنيجي هنا ممكن اضيف ديلي، يبقى اروح لتايمنج، تايمنج كده، واروح اقول له ويت عشان اخلي هوايل تبقى بطيئه شويه. طبعا هنا انا عايز اعمل ديلي بس قيمه ثابته، ممكن اخلي اليوزر ادخلها او انا اخليها قيمه ثابته. ممكن عشان اختار قيمه ثابته اقول له كرييت كونستانت عندي كانبوت، القيمه دي بتبقى بالملي طبعا، هكتب 1000 كده مثلا، هيبقى كده هيعمل ديلي 1 ثانيه، يعني هينفذ الكود يستنى 1 ثانيه، يروح يعمل تشيك للكونديشن ويرجع تاني ينفذ الكود ويستنى 1 ثانيه ويعمل تشيك للكونديشن. تعال نعمل رن كده من جديد. بص كده زيرو دي معناها انه نفذ مره، اهو كده القيمه بتتغير بتاعه الميموري كنترول الخاص باللوب ايتريشن. القيمه الاوتبوت بيحصل له ابديت اللي هو الانديكيتور ده الخاص بالراندوم نمبر، كمان هنا بيتغير كل واحد ثانيه، يعني بيحصل ابديت للداتا كل واحد ثانيه عشان ده ديلي. وهنا داخل فولس لان انت مش ضاغط، طول ما انا مش ضاغط داخل فولس، الكونديشن مش متحقق لان ده ستوب اف ترو، ويرجع تاني يعيد البرنامج. هعمل ستوب، عملت ستوب اهو. عدد مرات تنفيذ هو الكام كده؟ مش 30، لا 31، لان ده قلنا بدايته كام؟ بدايته زيرو، الاندكسنج بتاعه بيبدا بزيرو. تمام، ده هواي اللوب باختصار. في حاجه تانية، في حاجه تانية عندنا هنا، لو جينا مسحنا ده، لو جينا هنا قلنا سيلفر بوليان وبوش بوتن، جينا وصلنا البوش بوتن ده جوه، دي الكونديشن بتاعي اسمه ستوب اف ترو. في حاجه اسمها كونتينيو اف ترو، لو جينا كليك يمين هنا هنختار، بص كده ده المتعلمه ستوب اف ترو بيبقى باللون الاحمر، اما ممكن اختار كونتينيو اف ترو هتلقى كده مستطيل جواه سهم كده دائري، ده معناه ان الكونديشن اتغير. بمعنى الحاله الاولانيه كان بيعمل ستوب اف ترو، يعني بيعمل ايقاف لو كانت القيمه اللي جايه للكونديشن ده ترو، اما الحاله دي اسمها كونتينيو اف ترو من المسمى، يعني بيعمل استمرار جوه هوايل لو شرط كانت القيمه اللي جايه للشرط ده ترو. كونتينيو اف ترو، لو القيمه اللي جايه ترو هيستمر جوه هوايل، لو القيمه اللي جايه فولس يطلع بره هوايل. الكونديشن معكوس مع الحاله اللي قبل كده. يبقى انا لما اجي اضغط كده واعمل رن هنا هتلقى نفذ هوايل مره واحده. ليه؟ خلي بالك زيرو دي معناها انه هنفذ هوايل مره واحده. هيجي يعمل تشيك، هل انت ضاغط على السويتش؟ لا مش ضاغط، داخل فولس. طب داخل فولس والشرط بيقول له استمر، استمر اذا كانت القيمه اللي جاياك ترو. طب القيمه اللي جايه فولس، يروح طالع بره هوايل. يبقى ده اسمه كونتينيو اوف ترو، يستمر جوه هوايل اذا كان الكونديشن اللي جاي قيمته ترو، اما اذا كان جاي فولس بيطلع بره هوايل. ومن الحته دي لاحظنا ان هوايل بتتنفذ مره واحده على الاقل حتى لو الشرط متحققش. يبقى تاني هنعمل رن اهو، انت مش ضاغط على السويتش، يبقى داخل فولس، هروح يختبر الشرط، اه جاي لي فولس بس انا هستمر لما تجيني ترو، فبالتالي هيعمل ايقاف ويطلع بره هوايل، على الرغم ان هو نفذ هوايل مره واحده، زيرو دي معناها مره واحده، وبالتالي الكود ده اتنفذ مره واحده وبعد كده بيختبر الشرط. لو انا ضغطت على السويتش ده في البدايه، في البدايه وعملت رن، يبقى كده ايه؟ بص كده لما انا ضغطت داخل هنا ترو، لما انا داخل هنا ترو هيروح للكونديشن كونتينيو اف ترو، فدايما جاي له ترو، فيبقى داخل جوه هوايل ما يطلعش منه. تمام، زي ما انتم شايفين كده. لو انت عايز تتاكد تعرف قيمه الواير ده ايه، لما انا اقرب من الواير كده تلقى فيه دايره ويظهر جواها حرف البي، دي عباره عن بروب، اضغط عليها كده، شفت انا حطيت البروب اهو، يجيني هنا حاله الواير اه بوليان، اللي جاي بوليان وقيمته ترو. تمام، بص كده لما انا اعمل ايقاف من السويتش اللي بره، كلمه ايقاف يعني انا هحرره، انا كنت ضاغط، انا هعمل تحرير للسويتش، بص كده اه اتغير قيمته بقت فولس وطلع بره هواي،
زي ما انتم شايفين كده. تمام، لو قفلنا ده كده، خدت بالكم كده هو نفذ هوايل كم مره؟ 41 مره. دي الفرق بين ستوب اف ترو وكونتينيو اف ترو. نروح للهوايل، ممكن هوايل كده اعلم عليها كده، اقف بالماوس عليها كده هنا وابتدي احركها عادي خالص زي ما انتم شايفين بتتحرك بالكود جواها. في حته مهمه هنا، لو جينا كده ضفنا نيوميريك بعد كده مثلا راندوم نمبر تاني هنا، خلي بالك ضفت راندوم نمبر هنا، لان انا وقفت كده جيت اعلم عليها جيت احركها. بص كده انا بحرك هوايل اهو، شايفين دي؟ طيب انا حركت هوايل زي ما انتم شايفين كده، هتلقى الراندوم نمبر اللي انا كنت حاطه في الاول لما حركت هوايل كده، بصوا تلقى ليه ظل كده، كلمه ظل يعني ده مش جوه هوايل، يعني ده هيبقى مش جوه هوايل، خدتوا بالكم ليه ظل كده؟ يبقى خلي بالك، خلي بالك من النقطه دي، ان انت لما بتحرك هوايل اهو وتروح تحطها وفي حاجه ثانيه في الكود عندك بيبقى ليها ظل، الظل دي معناها ان ده مش موجود في هوايل من جوه، ده بره هوايل خالص. تمام؟ فعشان كده تروح انت عامل ايه؟ عامل كده وتروح تاخد ده هو اللي تحطه جوه هوايل، كده ملهوش ظل، يبقى كده هو فعلا دخل جوه هوايل، دي حته لازم تاخد بالك منها. ده بالنسبه للتحريك، بالنسبه لو عايز تغير الدايمنشن بتاعتها عادي ما فيش مشكله، زي ما انت شايف اهو غير دايمنشن زي ما انت شايف راسي او افقي، الموضوع سهل، او ممكن ايه عن طريق القطر اهو، ده في حاله التحريك. طب لو انا عايز ادلت هوايل يبقى اتعلم عليها كلها كده وتضغط ديليت من الكيبورد بيمسح هوايل بالكود اللي جواه. تمام، رجعتها تاني اهو. لو ضغطنا كده ريموف هوايل لوب هيمسح هوايل لوب بس، هوايل لوب بس ويسيب الكود من جوه. يبقى تاني لو انا اجي على البوردر، لو انا جيت على البوردر كده وقلت ريموف هوايل لوب هيمسح هوايل بس ويسيب الكود. تمام، دي من ناحيه الديليت بتاع هوايل. طبعا ينفع احركها عادي زي ما قلنا، توقف كده وتحركها زي ما انت عايز في اي مكان. في حته تانيه مهمه، لو جينا هنا كليك يمين وجبنا او جينا على الشمال كده قلنا نيوميريك، نيوميريك خلينا في سيلفر، نيوميريك كنترول هنا ونيوميريك سيلفر، نيوميريك انديكيتور هنا. انا هاجي اوصل كده كود بسيط اهو، ان انا عايز ايه اخلي ده كانبوت يطلع الاوتبوت على طول. في مشكله، انا لو خدت ده وسحبته هنا ايه رايكم في ايه؟ هتلقى هوايل اتسعت اوتوماتيك. بص كده هوايل، لو انا جيت بره كده اهو، لو انا حطيته هنا تمام ايه، ركز كده في ظل هنا، الظل دي معناها مش جوه هوايل. تمام، طيب بصوا كده، لو انا ضغطت كده كليك يمين اوتو جرو، كلمه اوتو جرو يعني ان هوايل بتتسع اوتوماتيك للكود اللي هتدخله جواه. تاني الحته دي اهي، انا لو جيت هنا كده رحت انا عامل كده، بص كده تاني انا هحرك اهو، هتلقى في كلام المفروض يبقى من بره، شايف هوايل بيحصل ايه؟ بتتسع اوتوماتيك عندي للكود عندي. تمام، هبص كده اهو اتسع اوتوماتيك عندي وبتتحرك اوتوماتيك اهو زي ما انتم شايفين كده، كنترول زد. طيب لو لغيت خاصيه الاوتو جرو دي، لو انا لغيتها كده وجيت خدت الكود ده عندي هنا اهو، بص كده هتلقى انا حطيت باقي الكود جوه، هتلقى باقي الكلمه دي مش ظاهره ليه؟ فلازم انت تسحب كده عشان تظهر باقي المين الجزء بتاع الكود بتاعك ده، عشان خاصيه الاوتو جرو متعطله. خاصيه الاوتو جرو كليك يمين تفعلها من هنا، ان اي جزء من الكود خارجي هتسحبه جوه هوايل، هوايل هتتسع اوتوماتيك للكود اللي انت ضفته جديد. تمام، نروح لحاجه ثانيه، احنا هنغير الكونديشن ده على فكره، عشان تغيره ممكن انت تيجي هنا تضغط عليه مباشره كده، هتضغط كده بقيت مين ستوب اف ترو. تمام، طبعا انا هغير السويتش ده. هنروح لحاجه، لو قلنا كليك يمين انت كنت تختار كنترول، ممكن تختار كونستانت. كونستانت ده هيبقى عندي كده فولس، هو دي ستوب اف ترو يعني بيعمل ايقاف في حاله ان القيمه اللي جايه ترو، لا ده كونستانت فولس. فولس هتلاقاه دايما مش هيظهر عندك مين في الفرونت بانل، لان ده كونستانت بيبقى جوه الكود لكن مش ظاهر قدام اليوزر، هو داخل له دايما فولس، والكونديشن بيقول ستوب اف ترو يعني اعمل ايقاف لو كانت القيمه اللي جايه لك ترو. تمام، لكن القيمه اللي جايه لي فولس يبقى كده هيعمل ايقاف، لا
كده اسمها endless loop، هيتم تنفيذ while الى الابد. بصوا كده، يبقى مش هينفع اوقف while. حتى هنا كان في سويتش بعمل ايقاف من هنا، لو كان في سويتش، مفيش سويتش، فبالتالي while هيتم تنفيذها للابد. عشان اوقف لازم اوقف من العلامه الحمراء اللي فوق دي، تمام. طب لو انا عايز ينفذ الكود مره واحده بس، يبقى اجي كده الكونستنت ده اخليه ترو، يبقى كده ستوب في ترو هينفذ الكود الاول، هيعمل تشيك الشرط متحقق يروح طالع. نفذ كده، بص معايا كده اهو زيرو، نفذ مره وطلع زي ما انتم شايفين كده. ده من ناحيه الكونستنت. نفس النظام مع مين؟ لو انا جديد كده غيرت كده خليتها مين، كونتينيو اف ترو، كونتينيو اف ترو، ده داخل له ترو باستمرار، يبقى كده دي اسمها اندلس لوب، يبقى كده مش هيطلع من هوايل خالص الا لما اضغط على العلامه الحمراء. لو غيرت دي من ترو لفولس، اقف كده هنا خليها فولس، ده هينفذ كم مره كده؟ كونتينيو اف ترو، استمر اذا كانت القيمه اللي جالك ترو. كده هيعمل ايه؟ ده القيمه اللي جاله فولس، يبقى هينفذ الكود مره، هيعمل تشيك الكونديشن مش متحقق ويطلع كده، هينفذ مره واحده زي ما انت شايف كده، نفذ مره وطلع. ده بالنسبه للكونستانت عندي والاختلاف بين الاثنين كونديشن. لو انا رحت لحاجه اسمها التانلز، الانبوت والاوتبوت تانلز، في حته مهمه خاصه بهوايل لوب. اول حاجه الانبوت الخارج هوايل بيدخل لهوايل قبل تنفيذ هوايل، وبعد كده بيحصل ابديتنج للحاجات اللي جوه في كل مره. اما لو كان في اوتبوت بره هوايل بيحصل له ابديت عندي بعد تنفيذ هوايل. يبقى تاني، لو عندي انبوت بيدخل مره واحده فقط في بدايه البرنامج قبل ما يدخل هوايل، اثناء هوايل بيحصل ابديتنج للحاجات اللي جوه هوايل باستمرار دايما. بعد ما يخلص هوايل لو في داتا هيطلعها كاوتبوت لانديكيتور بره بتطلع بعد ما هوايل تخلص. الموضوع مش مفهوم، تعال نشوف الحكايه دي. تعال بص كده هنا، انا هسحب دي هنا كده، هعرفك الانبوت تانلز. طبعا ايه، بص كده اللي هتلقى الكود من جوه، شايفينه على الكود مكمل من جوه. ليه مكمل من جوه؟ اكيد خاصيه الاوتو جرو متعطل، شايفين خاصيه الاوتو جرو متعطله. لما ظبطتها اوتوماتيك هو ظبط نفسه على الـ على الـ على الكود بتاعك، تمام. لو انا سحبت ده بره، سحبت دي شويه كده، هتلقى هنا ده كانبوت انديكيتور، هتلقى في حاجه اسمها تانل هنا، لوب تانل دي ظهرت معايا. ركز معايا كده هنا في الحته دي، انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هدخل ده كانبوت للنيوميريك انديكيتور، ده يعتبر انبوت، قلنا بيدخل لللوب في اول مره بس في بدايه الرن، خلاص في بدايه الرن. طبعا انا هغير الكونديشن ده وهمسح ده، اجي هنا كرييت كنترول عشان يظهر لي الستوب عندي، ده الستوب، تمام. ركز معايا كده، يبقى انا كده هيبقى كونتينيو، سوري ده ستوب اف ترو. وطبعا انا مش هبقى ضاغط على سويتش، يبقى انا هعمل رن كده، يبقى هيتم تنفيذ الكود على طول لغايه لما نضغط على السويتش. هنا القيمه دي كانت زيرو، كانت زيرو، هتتعرض جوه هوايل بزيرو. طب يا ترى لو انا غيرتها في البدايه زيرو اهو، غيرتها خليتها 2، تمام، خلي بالك 2 اهي، في مشكله؟ تعال نعمل ستوب من السويتش. نيوميريك انديكيتور اللي هنا ما اتغيرتش قيمته، رغم في ايصال او في اتصال مباشر، تمام. ايه المشكله؟ هو لما انت عملت رن كان في البدايه في زيرو، فخد الزيرو ده حطه في الانديكيتور اللي هنا. طب وبعد كده المفروض تتغير؟ لا، ما هو خد الانبوت مره واحده فقط قبل تنفيذ البرنامج، قبل ما يدخل جوه هواي. طيب هنا بادئ باتنين اهو، تعال نعمل رن، بص كده اتغيرت اوتوماتيك، شايفها اتغيرت اهي، دخلت جوه هواي اتغيرت. طب لو انا غيرتها بعد كده خلال البرنامج خليتها 10، نعمل ستوب، نضغط بره او نضغط السهم اللي كان هنا، تمام كده 10، نعمل ستوب، مش هتتغير الانديكيتور اللي جوه، مش هيتغير. ليه؟ قلنا بياخد القيمه دي اللي هي كانبوت بره هوايل في بدايه تنفيذ الكود قبل ما يدخل جوه هوايل. طول ما دخل جوه هوايل مش بيقرا اي تحديث من بره، مش بيقراه خالص اطلاقا. دي التانلز الخاصه بالانبوت. طب عايز تفهم الحته دي، تعال برضو نروح للكونديشن. هو دايما طول ما الكونديشن ده او البوتون ده او البوليان ده داخل هوايل دايما بيعمله تشيك. طب لو انا سحبته بره، بص كده سحبته بره كده بقي في تانل، يبقى ده هيعتبر كانبوت لهوايل هيتقري اول مره فقط. لو انا عملت رن بالوضع ده ايه اللي هيحصل؟
طول ما انت مش ضاغط على السويتش، مش ضاغط على السويتش، هيبقى داخل دايما فولس، ودي عباره عن كونديشن بيقول ستوب اف ترو. يعني لو القيمه اللي جايه لك ترو اعمل ستوب اطلع بره هواي. طب انا مش هبقى ضاغط على السويتش خالص، تمام، في بدايه البرنامج هيبقى فولس، يعمل تشيك للكونديشن، ستوب اف ترو، اعمل الكاف لو كانت جايه ترو، جايه فولس لا، يبقى كده الشرط مش متحقق، يبقى دايما هيدخل جوه هواي مش هيطلع منه. طب خلال البرنامج هضغط على السويتش ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجه، لان هو اول مره فقط. تعال نعمل رنه كده، بص كده، يبقى في الاول كان داخل ايه؟ انت مش ضاغط، داخل فولس، هينفذ الكود الاول، بعد كده يعمل تشيك، انت جاي لك فولس، بس المفروض يجيني ترو عشان اطلع بره هواي، وعمر ما هيجي له ترو لان هو بيقرا الانبوت اول مره. طب تعال اضغط على السويتش كده خلال تنفيذ البرنامج، انا ضغط اهو، ضغط، دخل ترو، لا بس مش هيدخل جوه هواي، خلاص الترو ده هيبقى اخره هنا. تعال عايز تتاكد، اعمل بروب كده هنا، بص كده فولس، شايف البروب ده؟ بيقول لك بوليان جاي بس فولس، على الرغم ان انا ضاغط اهو، ليه؟ لان القيمه دي جوه هوايل. طب لو انا عملت بروب بره، بص كده البروب اللي بره بيقول لك انت جاي ترو هنا بس نوت اكسكيوتد، مش متنفذه، مش هتتنفذ، ليه؟ لان القيمه اتقرت اول مره فقط، تمام؟ يبقى ده عباره عن التانلز انبوت، ان هو بيقرا الانبوت اول مره. لو انا عملت كده حررت السويتش مفيش اي استجابه لان هو قراه اول مره. طب لو انا عايز هوايل تتنفذ مره واحده بس، يبقى ضاغط على السويتش، يبقى اضغط على السويتش عندي هنا، اضغط على السويتش قبل ما ادخل جوه هوايل، يبقى ابقى ضاغط في الاول. نعمل رن، بص كده عمل الرن مره واحده اهو، الاندكسنج زيرو والقيمه اتغيرت. ده خاص بالتونلز بتاعت الانبوت. نروح للتونلز بتاعت الاوتبوت. قلنا القيمه الانديكيتور ده بيتغير مره، دايما بيحصل له تغيير خلال تنفيذ هواي لان جوه هواي. طب لو انا جبت انديكيتور تاني حطيته هنا، الانديكيتور ده هاخد منه نسخه كده زي ما انتم شايفين كده، انا سحبته بره هنا، اجي ده اسحبه تاني جوه عشان اعمل ستوب للكود في اي لحظه، تمام؟ ركز معايا، ده الاوتبوت بتاعي، تمام؟ الاوتبوت اهو انديكيتور زي ده. لو انا يا ترى وصلته مباشر من هنا، لو انا وصلته مباشر من هنا ايه اللي هيحصل؟ ركز معايا كده، تعال نعمل رن. الانديكيتور اللي جوه ده دايما بيحصل له ابديت خلال تنفيذ البرنامج، شايف؟ اما القيمه اللي بره دي، القيمه اللي بره مش هيحصل لها ابديت، ثابته. اعمل ستوب، بص كده اخر قيمه ظهرت على الانديكيتور اللي كان هنا بقت هنا، بقت في الانديكيتور اللي بره ده. ايه الفرق؟ طول ما الانديكيتور داخل هوايل بيحصل له ابديت دايما، بتتغير قيمته خلال تنفيذ الهوايل. اما الانديكيتور اللي بره هوايل بعد ما يخلص هوايل، بعد ما يخلص هوايل اخر قيمه تطلع للانديكيتور اللي بره، اخر قيمه فعلا، اخر قيمه هنا طلعت هنا، تمام؟ طب انا عايز كل القيم اللي كانت جوه هوايل تطلع لي بره، اعمل ايه؟ ممكن اجي على تانلز دي، كليك يمين يقول لي التانل مود انت عايزها لاست فاليو، فعلا طلع اخر قيمه عندي بعد تنفيذ هوايل، يا اما اندكسنج. اندكسنج دي بيطلع لي اري، بيطلع لي كل الداتا اللي اتنفذت جوه هوايل كاري ويطلعها بره. لو قلت له اندكسنج كده يقول لي في خطا في التوصيل، ليه؟ ده سكيلر، طلع قيمه واحده. طب انا عايز اري كده، يبقى المفروض امسح ده، امسح ده كنترول بي عشان امسح البريك واير او بروكن واير، اجي هنا اجي اقول له سيلفر، بعد كده اختار اري، اري هنا اهي، تمام؟ اري مين؟ انديكيتور بقى، اري انديكيتور. لو انت هتبقى صعب عليك ممكن تيجي هنا كليك يمين وتقول له كرييت انديكيتور، وهو يختار الانديكيتور المناسب زي ما انتم شايفين كده، طلعت اري اهي، اختار، هتلاقي هنا الخط سمكه خفيف، ده سمكه تقيل شويه، دي معناها اري طلع. طيب هتبقى دي اري زي ما انت شايف اهو، اجي كده كاوتبوت اهو واجي هنا. طب طلع عنصر واحد، انا ممكن اسحب دي يطلع لي عناصر كتير كده، دي اري، تمام؟ 1 دي اري. الزيرو في الاول ده معناه الاندكسنج زيرو، يعني اول عنصر ده ترتيبه في المصفوفه زيرو. طب العنصر الثاني تصفيفه ترتيبه واحد، العنصر ده ترتيبه 2، وهكذا. ده عباره عن الاندكسنج بتاع المصفوف. لو انا عملت رن، خلي بالك التانل هنا هتلقى ايه؟ تانل مود شكله اندكسنج.
لما انا اخترته لاست فاليو كان المربع مظلل، لما اخترته اندكسنج بقي مربعين جوه بعض زي ما انت شايف كده. خلاص طيب تعال نعمل رن. لما انا اعمل رن كده ايه اللي يحصل؟ القيمه هنا اهي، دي عدد مرات تنفيذ هواي اللوب، ده الانديكيتور اللي جوه دايما بيتغير خلال تنفيذ هواي اللوب. اما الاري مش متاكتفه، الاري هيحصل لها ابديت امتى؟ بعد ما يخلص هوايل. قلنا بعد ما يخلص هوايل دي القيمه هتطلع بره كده على الانديكيتور اللي بره ويطلع كل القيم عشان انت مختار الاندكسنج. تمام، تعال نعمل ستوب من هنا. ركز كده، عندي 27 حاله زائد واحد يديني 28 مره لتنفيذ هوايل. طب انت هوايل كم مره هنا؟ انت هتيجي تسحب هنا هيطلع لك ال 28 مين عنصر. تسحب طبعا عشان الشاشه انا هوقف كده، المفروض تسحب للاخر يطلع لك 27 كلهم. تمام، دي كل الداتا. طيب نعمل رن تاني كده، هو نفذ كم مره؟ اربع مرات بس. نعمل ستوب اهو، بص كده يبقى كده 5 1 6، ست عناصر، ست عناصر او ست مرات يطلع في الاري ست عناصر. بس امتى؟ بعد ما تعمل ستوب. ستوب هيطلع من بره هوايل يروح يعمل ابديتنج للاري اللي بره ويطلع ست عناصر فقط فعلا. تمام، يبقى كده احنا خدنا هوايل لوب ازاي ان انت تجيبها، الكونديشنز بتاعتها وازاي تغير ما بينهم، ازاي تغير بين الكونستانت والبوليان ككنترول والتانل انبوت والتانل اوتبوت. في حاجه ثانيه ممكن تختار بيها هوايل، احنا عشان تختار هوايل هنعمل ديليت لدي الاول. قلنا هوايل يا اما بتجيبها من ستراكشر وتختار هوايل لوب من هنا، بيجي هنا الكونديشن لوحده وانت تختار له البوليان، يا اما عندي الطريقه الثانيه اللي تختار منها هوايل، كليك يمين تروح ل اكسبريس، اكسبريس اكسكيوشن كنترول، تختار هوايل لوب ويز بوتن، هيديني هوايل لوب والبوتن معاها زي ما انتم شايفين كده. شايفين البوتن ده هيبقى مع الكونديشن متوصل، مش محتاج انت توصل. يبقى تاني هوايل لوب بختارها من ستراكشر، بعد كده هوايل لوب من هنا اهي تختارها كده مفيش مشكلة، تيجي من اكسبريس دي الطريقة التانية، اكسكيوشن كنترول، بعد كده هوايل لوب ويز بوتن، تختارها كده تطلع لي مين؟ هوايل لوب بالسويتش بتاعها. تمام، ولو عندكم اي اسئلة واستفسارات سيبوها لنا على هيئة التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله.